السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناة مستر كيحل. شكرا لكم مرة أخرى على تفاعلكم مع دورتنا الخاصة بتجارة الدومينات وأيضا دورة تسويق الدومينات. كنت أجهز لحلقة خاصة بالنيغوسيشن، يعني التفاوض مع الزبون. هذه الحلقة لقد تم نشرها مؤخرا، أنصحك بأن تقوم بمشاهدتها، وأنصحك أيضا بأن تقوم بعمل اشتراك على القناة وتفعيل زر الجرس، لأنني سوف أقوم بمشاركة معك عدة طرق وعدة أسرار خاصة بمجال تجارة الدومينات سوف تجعلك تحقق الكثير من المبيعات. يعني كما قلت لكم، كنت أجهز لهذه الحلقة، وكما العادة قمت بإلقاء نظرة على الإيميل الخاص بي، والحمد لله لقد توصلت برسالة من جودادي مفادها بأن هذا الدومين قد تم بيعه، دومين adventurehats.com. هذا الدومين تم بيعه بمبلغ 129 دولار، يعني بنفس الثمن الذي أنصح به دائما. هذا الدومين قد قمت بشرائه في أواخر شهر أبريل، وتم بيعه في شهر نوفمبر من سنة 2020، يعني فقط مدة شهور. الآن سوف أقوم بشرح الطريقة التي قمت باستعمالها من أجل إيجاد هذا الدومين. في الغالب أنا لا أقوم بمشاركة الدومينات الخاصة بي. لماذا؟ لأنه بكل بساطة جميع الطرق التي قمت بمشاركتها في قناتي، وهي طرق كثيرة وكثيرة جدا، جميع هذه الطرق هي طرق مجربة مني وقد حققت منها مبيعات. لكن هذا الدومين ما دامت أول تجربة لي في استعمال هذه الطريقة، وهي طريقة من ابتكاري، فقلت أنه يجب أن أقوم بمشاركتها معكم ومشاركة نتيجتها معكم. يعني كما ترون، دومين adventurehats.com هو أحد الدومينات التي قمت ببيعها باستعمال طريقة جديدة. هذه الطريقة هي التي سوف تقوم بالتعرف عليها اليوم إن شاء الله. لكن قبل أن أشرح لك جميع التفاصيل وكيف قمت بإيجاد هذا الدومين، وأيضا سوف أقوم بشرح طريقة إرسال الدومين باستعمال جودادي أوكشن، سوف أترككم مع هذا الفاصل الإشهاري، ثم أعود إليكم إن شاء الله بعد مرور هذا الفاصل الإشهاري. أوكي؟ إذن قبل أن نبدأ، هذا الفيديو هو برعاية موقع نيم سايلو. نيم سايلو هو موقع معروف جدا في كل ما يخص بيع الدومينات، بيع الاستضافات، بيع الفي بي ان، بيع الفي بي اس، وكل شيء له علاقة بالسيرفرات والدومينات. الجميل في هذا الموقع هو أنه يوفر لك أثمنة في المتناول، يعني أثمنة جيدة جدا مقارنة بالشركات الأخرى. إن كنت تريد شراء دومين لأول مرة، إن كنت تريد عمل تجديد لهذا الدومين، وأيضا إن كنت تريد عمل ترانسفير لهذا الدومين، فالأثمنة هي في المتناول. الجميل أيضا في موقع نيم سايلو هو أنك تستطيع شراء الدومين منه، وأيضا تستطيع بيع الدومين داخل منصة نيم سايلو. والأروع من كل هذا هو أن العمولة الخاصة بموقع نيم سايلو هي بسيطة جدا، وتعتبر الأقل في كل المنصات الأخرى، يعني فقط 7.5%. للمعلومة فقط، فعندما تضع الدومين الخاص بك على منصة نيم سايلو، فمنصة نيم سايلو تضعه في مجموعة من المواقع المعروفة جدا التي تتخصص في بيع الدومينات، وهذا ما سوف يسرع من عملية بيع الدومين الخاص بك. يمكنكم استعمال الكوبون التخفيضي الذي سوف أتركه لكم أسفل هذا الفيديو، وأي شخص قام بشراء هذا الدومين باستعمال هذا الكوبون التخفيضي سوف أقوم بإرسال له درس مهم جدا سوف يساعده على إيجاد الآلاف من الزبائن المحتملين حتى يقوم ببيع الدومين بأسرع وقت ممكن. بعد أن تعرفنا على منصة نيم سايلو، سوف نبدأ الآن في الشرح العملي. إذن ما دامت التجارة الإلكترونية حاليا يعني هي ما تغزو العالم بأسره، خصوصا في الظرفية التي كانت سابقا والتي هي مرحلة كورونا فيروس، يعني عفاكم الله ورعاكم، قلت في صميم نفسي ما دام أن هناك طلب كبير جدا على التجارة الإلكترونية، يعني إما دروب شيبين وإما كاش أون ديليفري، فقلت بأن جميع هؤلاء الأشخاص الذين يريدون مثلا استهداف أي نيتش كيف ما كان، فهم دائما ما سوف يبحثون عن دومينات، هذه الدومينات تستهدف نيتش محدد، يعني دائما سيحاولون مثلا أن يشتروا دومين مثلا adventurehats.com، مثلا nicehats.com،
elegantchoose.com fastcars.com. يعني قلت في صميم نفسي أنني يجب أن أبحث عن دومينات تستهدف نيتش معين، ليس بالضرورة أن يكون نيتش الملابس، ممكن أن يكون أي نيتش كيفما كان، وتكون معه كلمة باللغة الإنجليزية، كلمة صحيحة تزيد من قوة هذه الكلمة وتعطيها قوة حتى يقوم هذا الشخص بشراء هذا الدومين منك. ما دمت فكرت بهذه الطريقة، فقمت في صميم نفسي بأن أكثر المواقع التي يستعملها الدروب شيبرز هو موقع علي إكسبريس وأيضا موقع أمازون. يمكنك أيضا استعمال موقع علي بابا، يمكنك استعمال بانغود، جير بيست، وأي موقع يقوم ببيع المنتوجات كيفما كان. يعني مثلا ذهبت إلى موقع علي إكسبريس وقمت بالتالي، يعني الآن يجب أن نبحث عن نيتش. هنا نحن لا نبحث عن نيتش من أجل عمل دروب شيبين، سوف تضغط على أي زر كيفما كان، تذهب إلى هنا إلى هذه الشرطات الثلاثة، تذهب بهذه الطريقة وترى أن هناك العديد من النيتشات. مثلا هنا دريسز، تأخذ مثلا هكذا دريسز، تضعها مثلا هنا، تأخذ الكلمة، تذهب إلى موقع نيم بايو. نيم بايو الذي نستعمله دائما من أجل أن نتأكد من أن هذه الكلمة عليها بحث أم لا. لقد قمت باستعماله في العديد من الطرق، وهو موقع أساسي أستعمله دائما من أجل أن أقوم بتقييم لأي دومين كيفما كان. فأيضا سوف نقوم باستعماله الآن لكي نرى هل هذه الكلمة وهل هذا النيتش عليه طلب أم لا. ما دمنا قمنا بوضع dresses، يعني dresses هنا هي جمع، وهنا في هذه الطريقة أنصح باستعمال الجمع، لا تستعمل المفرد، دائما ضع الجمع ودائما ضعها at the end، يعني دائما قم بوضعها يعني ككلمة ثانية. نحن نبحث عن كلمتان لا نبحث عن ثلاث كلمات، وسوف أقوم بشرح العناصر الأخرى التي سوف نأخذها بعين الاعتبار. يعني نكتب dresses مثلا، نضع at the end، نضع الاكستنشن.com ونضغط على سيرش لكي نرى هل هناك مبيعات كثيرة على هذا الدومين أم لا. كما يظهر هنا هناك مبيعات، يعني في شهر 9 مؤخرا، يعني ليس هناك مبيعات كثيرة جدا، يعني في سنة 2020 هناك فقط مبيعة واحدة وكانت قريبة، يعني هذا لا يعتبر قوي جدا، يعني هناك فقط مبيعة واحدة. لكن استعملنا كلمة هاتس والتي قمت ببيع الدومين الخاص بي، سوف ترى بأن هناك العديد من المبيعات في سنة 2020، هذا يعتبر أمر جيد جدا. بالنسبة لأي شخص يسأل ما معنى Adventure Hats، يعني Adventure Hats يستعملون الويسترن، يستعملونها مثلا الأشخاص الذين يقومون بالذهاب إلى الغابات، يعني القناصين وكل هذه الأشياء، يعني هذا النيتش عليه بعض الطلب، لذلك قمت باستهدافه. يعني كما قلنا مثلا Hats يظهر بأن عليها بعض المبيعات، إن لم تجد مبيعات كثيرة تعود إلى علي إكسبريس وتختار مثلا كلمة أخرى، لكن دائما يفضل أن تقوم باختيار فقط كلمة واحدة، لا تقوم باختيار كلمتين، لأننا نبحث فقط عن دومينات بها كلمتين. يعني مثلا هنا كلمة بلازرز، يعني كلمة بلازر تأخذ هذه الكلمة نفس الطريقة، تذهب إلى موقع نيم بايو، تضعها وتختار at the end، تضغط على سيرش وترى إن كان هناك الكثير من المبيعات في آخر سنة والتي هي 2020. يعني هنا أيضا تظهر بأن هناك فقط مبيعة واحدة، هذا لا يعتبر جيد. يعني عندما كنت أبحث عن هذا الدومين، يعني كنت أبحث بهذه الطريقة. عندما تنتهي مثلا من الملابس الخاصة بالنساء، تذهب وتختار مثلا الملابس الخاصة بالرجال، تذهب وتختار مثلا النيتشات الأخرى، ودائما ابتعد عن الكوبيرايت، دائما ابتعد عن حقوق الطبع والنشر، لا تستعمل كلمة آيفون، لا تستعمل كلمة أندرويد، لا تستعمل لونوفو، وهذه الأشياء هذه تعتبر أشياء عليها حقوق طبع ونشر. أوكي، مثلا نختار كلمة تشارجرز، تشارجرز هي كلمة إنجليزية، يعني ليس عليها أي مشكل وليس عليه أي حقوق طبع ونشر. يعني نأخذ مثلا كلمة تشارجرز، نذهب إلى نيم بايو بنفس الطريقة التي شرحت لكم، تضعها هنا، تضغط على سيرش وترى إن كان هناك مبيعات كثيرة في هذا النيتش، وهنا تظهر فقط مبيعة واحدة. يعني أظن بأن الأمر أصبح واضح جدا، حتى لا نطيل الفيديو كثيرا، سوف نمر إلى المرحلة الثانية. يعني تبحث مثلا في علي إكسبريس بنفس الطريقة، إن لم تعجبك علي إكسبريس تذهب إلى أمازون، تقوم بنفس الطريقة، تختار مثلا بيبيز، تختار بوكس، تختار كمبيوتر، تختار أي نيتش كيفما كان. أنا سوف أقوم باختيار أي نيتش عشوائيا، تضغط هكذا على سيرش، تختار مثلا أي نيتش كيفما كان كما قلنا،
وتقوم باختيار الكلمة يعني النيتش يعني مثل luggage. ما دمنا سوف نقوم باستعمال الجمع سوف نقوم بإضافة الاس هكذا، لأننا لا نستعمل المفرد، نستعمل الجمع. نضغط على سيرش ولا يظهر بأن هناك أي مبيع على هذه الكلمة الدلالية، لا مشكلة. سوف تقوم بالبحث والرجوع إلى نيتشات أخرى يعني بنفس الطريقة التي شرحنا. يعني بعد أن قمت ببحث مطول بعض الشيء، يعني قمت باختيار مثلا هكذا تشوز وقمت بوضعها على موقع نيم بايو، يعني شوز يعني الحذاء، ظهر بأن كلمة تشوز عليها الكثير من المبيعات سنة 2020. يعني هذا يعتبر أمر جيد جدا. يعني الآن هذه هي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هي أن تقوم بإيجاد نيتش عليه مبيعات كثيرة. بهذه الطريقة قمت بالاشتغال عندما وجدت هذا الدومين وقمت ببيعه. المرحلة الثانية هي أننا سوف نقوم بالدخول إلى الموقع الذي نستعمله دائما، وهو موقع expireddomains.net. بكل بساطة سوف نقوم بالدخول إلى حسابنا على expireddomains.net، نقوم بالدخول إلى show filter، نقوم باختيار end with مثلا choose كما قمنا بإيجادها، نختار no adult name، نختار only characters بنفس الطرق التي شرحتها سابقا، نختار English، نختار كلمة فقط، نختار only available domains، ثم نختار 100 نتيجة في كل صفحة ونقوم بالضغط على apply filter. بعد أن تقوم بعمل apply filter سوف تبحث عن كلمات متناسقة، كلمات لها معنى وليس أي كلمات كيفما كان. مثلا black horse choose هذا لا يعتبر دومين جيد، يعني مثلا لو قمنا بإيجاد adventure choose فهذا يعتبر دومين رائع جدا، لكن سوف نقوم بالبحث وسوف نقوم بإيجاد دومين جيد. مثلا هنا elegant choose، لو كانت مثلا هنا elegant choose كان سيكون دومين جيد، لكن elegant بدون تي فهو يعتبر ناقص. هنا روسيا choose يعني هذا ممكن أن يكون دومين جيد. المرحلة الثالثة هو أنك تأخذ هذا الدومين ونذهب إلى الموقع الذي نستعمله من أجل رؤية عدد البحث الشهري. يعني يجب أن يكون البحث الشهري أكثر من 1000، يعني هذا كما ترون أمامكم adventurehats.com عدد البحث الشهري هو من 1000 إلى 10,000. سوف نأخذ الكلمة الموجودة في هذا الدومين russiashoes.com، نختار all location، نختار English، نختار جوجل ونضغط على get result. يعني هنا يظهر بأن روسيا شوز عدد البحث الشهري وأقل من 1000، يعني هذا لا يعتبر دومين جيد. أوكي، سوف تكمل عملية البحث وترى إن كان هناك أي دومين لديه قوة كبيرة. إن لم تقم بإيجاد أي دومين كيفما كان فلا مشكلة، سوف تقوم بتغيير النيتش. أنا أعلم بأن هذا الأمر يأخذ الكثير من الوقت، يأخذ الكثير من البحث المعمق، لأنك وبكل بساطة هنا تقوم بالتنقيب أو تقوم بالصيد، يجب أن تأخذ وقتك ويجب أن تتعمق في البحث عن هذا الدومين. يعني حتى لا نطيل الفيديو كثيرا سوف أقوم بإعادة الشرح. أول شيء تذهب إلى أحد المواقع التي تبيع المنتجات الملموسة، تقوم باختيار نيتش كيفما كان. مثلا تقوم باختيار نيتش مثلا خاص بالوومنز كلوت أو مثلا الطويز أو الهوبيز، تقوم بالضغط عليها وتختار منتوج، ما منتوج يجب أن يكون منتوج ليس عليه حقوق طبع ونشر. مثلا تختار كلمة طويز، طويز يعني الألعاب. تذهب إلى موقع نيم بايو، عندما تذهب مثلا إلى موقع نيم بايو تكتب الكلمة الدلالية، تضع at the end ثم تضع .com، تقوم بالضغط على search ثم تلاحظ هل هناك مبيعات كثيرة في نفس السنة. يعني دائما ركز على نفس السنة ولا تركز على عدد المبيعات في السنوات السابقة. يعني هنا كلمة toys يظهر بأن عليها مبيعات كثيرة وكثيرة جدا في سنة 2020. يعني هنا أنت عملت check list والمرحلة الأولى مرحلة جيدة. بعد هذا تذهب إلى موقع expireddomains.net، عندما تذهب إلى موقع expireddomains.net تقوم بنفس الطريقة وتقوم بنفس البحث الذي نقوم به دائما، تضع الكلمة at the end يعني end with ثم تضغط على apply filter بنفس الفلترز الذي قمنا بشرحه، تقوم بالبحث وتقوم بالتحليل ثم ترى إن كان هناك أي دومين يقوم بإعطاء قوة للكلمة الخاصة بالنيتش الذي تستهدف، تقوم بالبحث ثم تجد إن كان هناك دومين جيد جدا. بعد هذا تأخذ مثلا هذه الكلمة الدلالية، عندما تأخذ هذه الكلمة الدلالية تذهب إلى موقع جوجل كيورد بلانر ثم تضعها وتلاحظ عدد البحث الشهري
لكي تلاحظ هل هذا الدومين عليه بحث شهري أكثر من 1000 أم لا. يعني هنا يظهر بأن هذا يعتبر دومين جيد. دونكي تويز هو يعتبر دومين جيد، يعني أي شخص قام بشرائه أولا سوف يستفيد من هذا الدومين. هذا الدومين كما قلت لكم أنني لم أقم بعمل outbound له، لم أقم بتسويق هذا الدومين، فقط وضعته للبيع وقمت بالانتظار إلى غاية أن جاءتني مبيعة. أنا لم أقم بعمل أي تسويق لهذا الدومين، يعني أنت أيضا ضعه للبيع وانتظر إلى غاية أن تأتيك مبيعة. يعني الآن أصبح الأمر واضح، تأخذ النيش تختاره، تذهب إلى موقع نيم بايو، تقوم بتحليل هذا النيش وترى إن كان هناك مبيعات. بعد هذا تذهب إلى موقع expireddomains.net، ترى إن كان هناك كلمات متناغمة ولديها قوة فيما بعدها مثل adventurehats.com. بعد هذا تلاحظ عدد البحث الشهري إن كان فوق 1000. بعد هذا إن كان يحترم جميع هذه المعايير فبكل بساطة فأنت تمتلك دومين جيد جدا. أظن بأن الأمر سهل بعض الشيء، فقط سوف تقوم بشراء الدومين وتضعه للبيع بثمن معقول، لا تضع ثمن كبير جدا، ضعه فقط ما بين $100 و$200، لأن هذا الشخص الذي سوف يقوم بشرائه منك سوف يقوم بالعمل به مثلا في موقع إلكتروني أو شوبيفاي أو ووكوميرس، يعني سوف يقوم بالاشتغال به، فبكل بساطة لن يريد أن يقوم بدفع $500 أو $600 على دومين، فهو يستطيع أن يشتري دومين آخر بكل بساطة. لذلك قم بوضع ثمن في المتناول. أوكي، يعني الأمر واضح الآن، الأمر سهل جدا، يمكنكم الاستفادة من هذه الطريقة الجديدة التي ابتكرتها، وإن شاء الله سوف تحققون الكثير من المبيعات. بعد أن تعرفنا على الطريقة التي نهجتها من أجل إيجاد هذا الدومين، الآن وبكل بساطة سوف أشرح لكم طريقة إرسال الدومين بعد أن تأتيك المبيعة على موقع GoDaddy Auction. يعني تقوم بالدخول إلى حسابك على auction.godaddy.com، تقوم بالضغط على Sold، يعني هذا يعتبر حساب جديد، ليس هذا هو الحساب الرسمي الذي استعمل. يعني هنا كما يظهر الدومين امامكم adventurehats.com sold at، يعني تم بيعه بالباي ناو، لم يقم بعمل اي اوفر كيفما كان لانني قمت بوضعه ب $129، يعني باي ناو بكل بساطه. عندما تريد ان تقوم باسالة الدومين تضغط على begin transfer، تضغط عليها بكل بساطه. هنا سوف يقوم بطلب ان تعطيه الاوتوريزيشن كود لكي تقوم بعمل الاوتوريزيشن كود. انا ما دمت امتلك الدومين في نيمتشيب، يعني هذا يؤكد بانك حتى وان كنت تمتلك دومين على نيمتشيب فهذا يعني بانك تستطيع بيعه على منصة جودادي. فلقد كان العديد من الاخوة المتابعين يظنون بانهم يجب ان يقوموا بامتلاك دومين على جودادي لكي يقوموا ببيعه في جودادي، لكن هذا غير صحيح، لانك وبكل بساطة حتى وان كنت تمتلك دومين في اي منصة كيفما كانت فيمكنك وضعه للبيع على منصة جودادي اوكشن. كما يظهر امامكم بان العمولة هي 20%، يعني فقط سوف اقوم بالحصول على $103. اوكي، لكي نحصل على الاوتوريزيشن كود نذهب الى موقع نيمتشيب، نضغط على مانج بنفس الطريقة التي شرحناها على ارسال الدومين من نيمتشيب الى نيم سايلو، نذهب الى شيرين اند ترانسفير، ننزل لاسفل، يعني كما يظهر امامكم بان اللوك هو اوف، نضغط على الاوتوريزيشن كود، نختار اي شيء كيفما كان، ثم نضغط على سند كود. بعد ان تتوصل بالاوتوريزيشن كود لانه امر سري جدا، سوف تأخذ الاوتوريزيشن كود الخاص بك، تذهب الى موقع GoDaddy Auction، تضع الاوتوريزيشن كود ثم تضغط على سبميت. لم اقم بوضعه امامكم فقط تحسبا لاي طارئ كيفما كان. اذا بعد ان تضع هذا الاوتوريزيشن كود الخاص بك وتضغط على سبميت سوف تنتظر الى غاية ان يتم ارسال الدومين الخاص بك من موقع نيمتشيب الى موقع GoDaddy. وبعد هذا عندما تجد بأن الترانسفير كومبليتد آنذاك سوف تستطيع الحصول على الأموال الخاصة بك بكل بساطة. نقطة مهمة جدا وأنك يجب دائما أن تبقي عينك على الإيميل الخاص بك تحسبا لأي رسالة طارئة أو أي سؤال كيفما كان. إذن أصبح الأمر واضح جدا، هذه الطريقة يمكنكم استعمالها منذ الآن. أنا أضمن لكم بأنها طريقة جيدة جدا، لكنها سوف تأخذ بعض الشهور من أجل أن تحصل على مبيع. إذن
شكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم. قوموا بالاشتراك الآن في القناة، وقوموا بتفعيل الجرس، وقوموا بعمل فولو على حسابي على إنستغرام، لأنني سأقوم دائما بعمل بث مباشر لأجيب على أسئلتكم، وأيضا سوف أقوم بوضع الكثير من الدروس الجيدة في حسابي على إنستغرام. شكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.